كده كده بس ما اشرحش يعني. هنكمل بقى في السكه فتره اللذيذ كده فتره اللذيذ كده عشان الراجل عايز يحضر في الانجاز كده هنكمل على الكونديشن سيكت وهناخد 7 سيكت وقلنا ايه استنى حاجه بقى خاصه ب 7 سيكت عشان نوصل ال 7 سيكت هي الشكل ده كده عباره عن هي عبارة عن 7 كتاب عشان كده اسمها 7 سيجما. بس المشكلة في السوق عند نوعين، في عندي حاجة اسمها نورمال كاسو وحاجة اسمها نورمال كاسو، صح كده؟ حد اتعمل قبل كده مع 7 سيجما؟ طيب لما تيجي تروح تشتري في السوق أي 7 سيجما يقول لك طب أنت عايزها نورمال كاسو ولا نورمال ارم؟ هو من اسمها يبقى في عندي حاجة اسمها نورمال كاسو نورمال كاتو هما يعني معناها ان الفانلز بتاعت الليدز كلها متوصله مع بعضها بسلك واحد يعني في ليج من ضمن ال 7 سيجمنت دي كل الانود بتاعت الليدز عارفين اي ليد بيبقى لها انود وكاسب كده اللي هو النوكر ابو السابق فالانود هو النوكر والكاسب هو السابق فنورمال انود يعني معناها ان كل الانود بتاعت السبع ليدات اللي موجودين عندي كلهم متوصلين مع بعض عشان كده بنسميها الكامن بتاعها فده كامن انود وصل كده؟ فده بيبقى الانود كلها على سلك واحده وكلها بتتوصل بخمسة فولت وعشان توصل اي ليد تنور فانت محتاج تدي لها ارض صح كده؟ محتاج تدي لها زيرو انما النورمال كاسود العكس ان كل الارضي بتاع كل الليدز بتاعتي كلها متوصلين على نقطه واحده يعني كلها هتتوصل بالارض وعشان تشغل اي ليد عندك فلازم لها مين؟ لازم لها واحد يبعت لها واحد. انت كأن عندي السيجن سيجمنت بتاع النورمال كاونت بتاعي كل الليد بتاعتك اهي بالشكل ده كده فتلاقي كل الليد بتاعتك لو ده الموجب بتاعهم ده سالب ده سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب بالشكل كده فتلاقي كل الموجب ده متوصل ببعضه كده وكلهم سلك واحد يعني كلها طرف واحده اصلا من الاي سي بس اللي هو النورمال اوت بتاعك وتلاقي الارض بتاعك عشان الليد بتنور فمحتاج ان انا اديلها زيرو ان انا اديلها ارضي وعشان بتنور محتاج ان انا اديلها زيرو وهكذا اي ليد منهم عشان تنور فمحتاجه مين؟ محتاجه زيرو في الحاله دي النورمال كاسود العكس ان الكاسود في كلها هي اللي متوصله كلهم مع بعض على نقطه واحده يعني كل الارض ده متوصل على نقطه واحده وكل انود بقى اللي هو الموجه بتاع كل ليد دي له طرف لوحده فعشان اي ليد تنور محتاجه واحد محتاجه فوق وصل كده؟ يبقى انت على حسب هو انت هتبعت لها زيرو عشان تشتغل ولا هتبعت لها واحد عشان تشتغل؟ هتحط فولت عشان تشتغل ولا هتحط ارض عشان تشتغل؟ وصل كده؟ يبقى ده الفرق ما بين النورمال كاسود والنورمال انود، فالنورمال انود بتاعتك محتاجه زيرو عشان تشتغل لان اوريدي اصلا انت موصل كل الانود بتاعت الليدز كلها متوصله مع بعضها متوصله على الفولت بتاعها وبالتالي عشان الليد تشتغل كنورمال انود فمحتاج ان انا ابعت زيرو، ابعت لها ارض تشتغل. انما العكس في النورمال كاسود فمعناها ان كل الكاسود كل الارضي بتاعها او كل الطرف السالب بتاع الليد بتاعتك كلها متوصله مع بعض وكلهم متوصلين اوريدي انت هتوصلهم على الارضي وبالتالي عشان اي ليد تشتغل محتاجه مين؟ محتاجه واحد وصل كده؟ محتاجه فولت عندك وصل كده؟ خلي بالك بقى ان الليد بتاعت ال 7 سيجمنت هي بتشتغل هي زيها زي اي ليد هي ليد عاديه بتشتغل على 2.7 فولت يعني لو وصلت عليها 5 فولت ده هتتحرق مجرد ما توصل 5 فولت هتنور مع السلامه خلاص باظت وبالتالي فمحتاج ان انت توصلها الاول بمقاومه 330 اوم عشان تعمل فولت ديفايدر وبعد كده توصلها وصل كده مش مجرد انت توصلها ب 5 فولت لا محتاجه من اول 2.7 ل 3.3 وصل كده
وصلت كده؟ يبقى انت دي عباره عن مين؟ عباره عن اللي هو الليد بتاعك. وصل كده؟ فيها مشكله؟ طيب وبالتالي فانت لما تيجي تعمل ديزاين بقى لاي سيجمنت لازم تشوف هو نورمال كاسود ولا نورمال ام. لو نورمال كاسود معناها ان انت عشان الليد تنور يبقى محتاجه وحايد، صح كده؟ فاللي هينور تحط له وحايد، واللي مش هينور تحط له مين؟ تحط له زيرو، صح كده؟ وعشان لو انت شغال نورمال انود يبقى انت لو شغال نورمال انود معناها ان كده كده الليدات كلها متوصله بالفولت، يعني عشان اي ليد تشتغل محتاجه مين؟ محتاجه زيرو، فالليد اللي انت عايز تنورها هتبعت لها زيرو، طب الليد اللي انا مش عايز انورها هتبعت لها مين؟ تبعت لها فولت عشان يبقى فات الفولت على الليد بتاعتك يساوي زيرو، خد الفولت من هنا وقطع فولت من هنا يبقى فات الجهد بزيرو وبالتالي فالليد مش هتنور. وصل كده؟ يبقى قبل ما بتشتغل تعمل ديزاين تسال نفسك هو السيفن سيجمنت اللي عندي او اللي انا هعملها دي نورمال انود ولا نورمال كاسود؟ وصل كده؟ لو نورمال كاسود يبقى محتاج وحايد عشان تشتغل، لو نورمال انود يبقى محتاج مين؟ اسكار عشان تشتغل، والعكس بقى الحاجات اللي هتنور يبقى بوحايد، الحاجات اللي مش هتنور تبقى اسكار، او لو الحاجات اللي هتنور تبقى بصفر، الحاجات اللي مش هتنور تبقى بكام؟ بوحايد، وهكذا. وصل كده؟ فتيجي كده على الاقل نشوف ازاي ان انا اعمل ديزاين لسيفن سيجمنت بس باستخدام الديجيتال. سيفن سيجمنت دي اخرها ان هي بتكتب لك الارقام الديسيمال اللي هو من صفر لحد تسعه. وبالتالي فهي عباره عن بالشكل ده كده. ادي سيفن سيجمنت اهي. ده اللي هي سيفن سيجمنت. فهنفرض ان الليد دي هنسميها A والليد دي هنسميها B والليد دي هنسميها C وB وE وF وG. دول السبع لكات اللي عندك، صح كده؟ وانا المفروض ده اقدر اكتب من سيفن سيجمنت دي اقدر اكتب زيرو كده. ده زيرو. واقدر اكتب واحد. واقدر اكتب اثنين. واقدر اكتب ثلاثة. واقدر اكتب أربعة. واقدر اكتب خمسة. واقدر اكتب ستة. واقدر اكتب سبعة. واقدر اكتب ثمانية. واقدر اكتب تسعة. صح كده؟ فانا اقدر اكتب الارقام من صفر لحد تسعة بالشكل ده كده، بس على حسب. والله لو انت عايز تكتب صفر كل الليد دي هتنور مع الليد بتاع الجي، صح كده؟ لو عايز اكتب واحد تلف ايه؟ تلف اف والبي هي اللي تنور او البي والسي على حسب انت هتنور ده ولا هتنور ده على حسب. فسي مثلا هنشتغل على البي والسي بدل ما ينور يبقى ده واحد. لو عايز تكتب اثنين يبقى كله هينور ما عدا مين؟ ما عدا البي ما عدا الفي وهكذا بالشكل ده كده. وصل كده؟ طيب وبالتالي فانا عايز اعمل ديزاين بالشكل ده كده، عشان اعمل ديزاين بالشكل ده كده فانا عندي مين الانبوتس اللي عندي؟ بي سي دي. طب مين الاوتبوتس طيب؟ الاوتبوت اللي هو الاوتبوت اللي هو السبع للداتا. الاوتبوت اللي هم السبع للداتا، انا عايز اطلع مش دول اللي انا عايز اطلع لهم الاوتبوت؟ طب الانبوتس مين؟ المفروض الارقام اللي احنا بنعملها من صفر للتسعه. المفروض الارقام من صفر للتسعه، صح كده؟ كام بنت دول؟ أربعة بت، بس احتمالات الأربعة بت بتوعك كام؟ 16 احتمال، وأنت خدت منهم من صفر لكام؟ يبقى الباقي دونت كير ما أعرفش عنه أي حاجة، مش فارق معاك، صح كده؟ ولا يفرق معاك؟ ما يفرقش معاك، صح كده؟ طيب، وبالتالي هيبقى الإنبوتس بتاعي أربعة بت. حاجات أربعة بت دي لأن أكبر رقم هقدر أكتبه على السيفن سيجمنت ده هو رقم تسعة. رقم 9 ده لما اجي امثله بالبيتس بتاعتي بتمثل 4 بت يبقى انا الانبوتس بتاعي 4 بت نسميهم هو الرقم كده نسميهم دبليو اكس واي زي مثلا ويبقى الاوتبوتس بتاعك هو عباره عن الاي والبي والسي والبي والاي والاف والجي اللي هم السبع عليك دول اللي بناء عليهم الرقم هيطلع عايز والله تطلع زيرو يبقى كله يبقى بواحد ما عدا الجي بس على حسب ان انت شغال نورمال كده. وصل كده؟ ان معناها ان انت لما تطلع وحايد فالليد تشتغل يبقى انت شغال على نوع النورمال كاسو. لو انت شغال على نورمال انود يبقى العكس، عشان الليد تشتغل محتاجه مين؟ محتاجه زيرو والباقي يبقى بواحد. وصل كده؟ يبقى هنفرض ان احنا شغالين نورمال كاسو، والنورمال كاسو معناها ان الليد عشان تشتغل يبقى بواحد. وصل كده؟ ولو فرضت ان انت هتشتغل نورمال انود يبقى لازم تحط في اعتبارك ان انت تقول ان انا هشتغل نورمال انود ووقتها ان انت عشان تشتغل تحط مين؟ تحط زيرو والباقي يبقى
واحد وصل كده ان في عندنا نوعين اما نورمال كاسيو اما نورمال ام حسب اللي انت شغال عليه والاحتمالات بتاعه كده 0 1 0 1 0 1 0 1 0 بعد كده 0 2 1 0 2 1 0 اربع اصفار اربع واحد بعد كده 0 عشان نوصل ل 9 3 4 10 1 يبقى انت كده ده 0 ده 1 ده 2 3 4 5 6 7 8 9 طب والباقي توكي كيف بيستخدم وصل كده لان مش معنى ودي شغال بقى نورمال كاسيت ولا نورمال هانو؟ نورمال كاسيت مثلا نورمال كاسيت بيتقال دلوقتي عايز اطلع رقم 0 طلع رقم 0 على الراجل ده ان كل اللي بدات تنور معاه ده مين؟ ما عدا الجي طب نورمال كاسيت البت تنور محتاجه 1 ولا 0؟ محتاجه 1 يبقى كل الاوتس دي حط عليها 1 ما عدا الجي بتحط عليها 0 يبقى الجي ده الوحيد اللي بيتحط عليه 0 والباقي اتحط عليه 1 لو انت شغال نورمال انو يبقى العكس يبقى البيت كلها يتحط عليها زيرو ما عدا الجي هو اللي يتحط عليها واحد لان نورمال انو معناها ان اصلا الليت متوصله بموجب ولما احط على الجي واحد انا احط عليها موجب لو اصبح طرف موجب والطرف الثاني موجب ففرق الفوت عندك في زيرو في الليت مش هتنور وصل كده؟ طيب عايز اطلع واحد فواحد هو البي والسي هو اللي بواحد يعني انا اخلي البي والسي هو اللي بواحد يبقى البي والسي هو اللي بواحد وبين اصفار طب عايز اكتب الاثنين يبقى انا الاثنين بالشكل ده كده يبقى كل الوحايد ما عدا البي وما عدا البي يبقى ده صفر وده صفر وده يبقى وحايد وهكذا وانت ماشي كده لحد ما توصل لرقم كام؟ لرقم 9 بعد ما وصلت لرقم 9 وحطيت الكروس تيبل بتاعك ايه اللي يحصل؟ تروح بقى تختصر الاي لوحدها تملى الدبليو والاكس والواي والزي وما تنساش ان بقيه الاحتمالات كلها ايه؟ دونت كير عشان تبدا ان انت تختصر في ابسط صوره نفس القصه للبي نفس القصه للسي نفس القصه للبي والاي والاف والجي وتبني السيجمنتس بتاعتك انت كده عملت امبريمنت للسيجمنت بتاعتك على حسب الانبوتس لو داخل اربع اصفار هتلاقي ايه طالع لك مين؟ السيجمنت بتاعتك اللي هو الاوتس دي طالعه في مصر وصل كده فيها مشكله؟ فيها مشكله؟ طيب واحد هيجي يقول لي طيب ال 7 سيجمنت دي خلاص ده تمام تعالى نرجع بقى نخش في العمل بقى انا عايز اطلعها عمل فانا رحت اشتريت 7 سيجمنت صح كده؟ وبقى عندك اربع سويتش اللي هو الدبليو والاكس والواي والزي وعملت انت الكونفجريشن بتاعت الاوتس دي وبدات تطلع الايه اصلا بكام من سيركتس والمفروض توصلها على الطرف بتاع اللي بيتحكم في الليد اللي اسمها ايه؟ صح كده؟ وكذلك بتاع البي والسي والدي والقصه من ايه؟ طب انا هعرف مين اصلا الطرف نفسه اللي بيتحكم اصلا في الليد الايه ده؟ واعرف الطرف اللي بيتحكم في البي ده منين؟ انسان السيجنال لما بتيجي بتيجي بالشكل ده كده اهو عباره عن سي بالشكل ده كده فيها ريبورت من هنا اهي وريبورت من هنا اهي وهي كده والمشكله اللي ملهاش كتالوج ده المشكله وده الاي سي الوحيد اللي ملوش اصلا استنى يعني اي اي سي لما بتمسكه له داتا شيت صح كده؟ الداتا شيت يقول لك والله الرجل الموجب ده ما اعرفش ايه الرجل الاولى ده كذا والرجل الثانيه كذا والثالثه كذا والرابعه كذا الداتا شيت بتاعك تيجي تدور على الداتا شيت من 7 سيجمنت مفيش اصلا داتا شيت طب لها ستاندر ما لهاش ستاندر تلاقي نفس المصنع مطلع 7 سيجمنت ترتيب الرجول دي غير تركيب الرجول بتاع 7 سيجمنت تاني وعين راس المصنع اصلا ما بيطلعش وبالتالي فال 7 سيجمنت ملهاش داتا شيت ملهاش ستاندر للتركيبه بتاعت اللي هي ايه؟ البن بتاعتها دي وصلت كده؟ اي حاجه تانية لها داتا شيت يقول لك والله الرجل الاولى دي ما اعرفش ده البي دي الرجل الثانيه ده الانبوت ما اعرفش ايه الرجل ما اعرفش الخمسه ده الجراوند الرجل مش عارف ايه اي داتا اي اي سي له داتا شيت صح كده؟ دي ما لهاش داتا شيت بس انا عايز اعرف برضه الحاجات دي هجيبها ازاي وفي نفس الوقت عايز اعرفها هي نورمال كاسول ولا نورمال انا صح كده؟
اجهز الراجل اصلا اللي بيعلى اصلا ما هوش عارف هي نورمال كاسب ولا نورمال اد، او قال لك اللي هي نورمال كاسب وانت عايز تاكد ان هي فعلا نورمال كاسب اصلا او نورمال اد، يبقى انا مطلوب مني حاجتين، لازم اعرف هي نورمال كاسب ولا نورمال اد، لازم اعرف البولز بتاعتي اصلا ايه. لو كان النورمال انود فين الانود الكومن اصلا اللي المفروض يتوصل لجهه والباقي يبقى برد، وتدور على ارض كل البدايه فيه صح كده. وفين لو هي نورمال كاسود فين فين الكاسود الكومن بتاعهم اللي هو المفروض يتوصل بالارضي، وفين الموجب بتاع كل لبت عنده صح كده. انا محتاج اعرف الحاجات دي. طب اعرف بقى الحاجات دي ازاي؟ سيادتك بقى اسهل حاجه تجيبها تجيب افو، فين الافو ويتوصلوا، عارفين البازر اللي في الافو، بازر في الافو ده بيطلع لك 3 فولت، تمسك تحطه على البازر وامسك الافو وثبت رجل من بتاع الافو، اي طرف من بتاع الافو سي وليكن هنثبت مثلا طرف الموجب بتاع الافو اللي هو السلك الاحمر ده، روح مثبتينه هنا وبالسلك الاسود لف لفه كده. ايه اللي هيحصل؟ لف لفه تك تك كده على طول. والله لو في حاجه نورت، لو حاجه نورت قدامك حاجه من اتنين، لا كله ينور يعني لما تضغط على ده تلاقي حاجه نورت، ده على ده حاجه نورت، ده على ده حاجه نورت، ده على ده حاجه نورت، يبقى انت اللي انت واقف عليه ده القمر بتاعك. ولو هو الموجب يبقى ده يبقى ال 7 سيجمنت دي نورمال انود، لان ده الانود بتاعك المشترك. وصل كده؟ ووقتها تمسك ده لما حطيت على ده مين اللي نور فيهم؟ ال A ولا B ولا C ولا D وهكذا، يبقى ده الـ A مثلا. طب لما حطيت على ده مين اللي نور سي ولا ده من جي، يبقى الطرف ده الجي وهكذا بالشكل كده وانت ماشي. طب ما لقيتش كلهم نوروا ولقيت واحد بس اللي نور، يعني لقيت ليد بس سي مثلا الطرف ده الوحيد اللي نور، الطرف ده الوحيد اللي نور يبقى اعرف ان ده النورمال بتاعه، واعكس بقى العكس بتاعه ويبقى وقتها هو مين؟ نورمال كاسب، ان ده الارض بص مثبت هنا الموجب وقاعد بيفت بالسالب صح كده؟ فلقيت واحد بس اللي نور اللي هو ده يبقى اعرف ان ده النورمال بتاعه ووقتها هو نورمال كاسب. تمسك بقى الموجب ده وتبدا تلف. وصل كده؟ يبقى اللي نور هنا شوف هو كان نور انهي ليد، لو نور الليد دي يبقى دي ايه؟ طب وبعد كده شوف دي هتنور ايه؟ وشوف دي هتنور ايه وهكذا، تبدا تطلع مين؟ الحاجات دي تكتب على كل طرف ان الاي هو رقم البناء رقم واحد وما اعرفش الجي هي البناء رقم واحد. تفضل ماشي بالشكل كده. وصلت كده؟ وصلت؟ يبقى هنا قدرت اعرف هي نورمال انود ولا نورمال كاسود؟ قدرت اعرف هي اصلا مين؟ الفيسي. كان ممكن يبقى البن دي ما لهاش اي لازمه في الاسبير بالنسبه لي وما يطلعلكش اي اوت خالص ليمين ولا شمال، يبقى وقتها مين؟ تنزل على البن الثاني، اعمل القصه دي. وصلت كده؟ التثبيت بس. يعني ساعات اي اي سي بتحط بيزودوا بنات زياده التثبيت فقط. ما لهاش اصلا من اوت يعني. ممكن يكون مثلا اصلا اي اي سي بيبقى عدد اليمين بيبقى عدد الارو بتاعته زود. بس ممكن اكون عندي مثلا مين؟ فرد انا مش عايز اصلا غير جراوند وما اعرفش ايه فعدد فرد. فلازم ازود زياده تبقى زياده بالنسبه لي. ساعات بس يقول لك خلاص نعمل اثنين في دي تي واثنين جراوند. يكون مثلا زي البيك والارو والحاجات دي. الاقي مثلا الاي سي اهو. الاقي فيها دي فيها الفي دي تي والفيها دي فيها الفي دي تي. الاثنين متوصلين في قلب البيك في الديزاين شورت سيركت ما بينهم، بتوصل الموجه من هنا بتوصل الموجه من هنا. او الارض هنا والارض هنا عشان يقول لك لو اتكسر زنك يبقى مش حجمه ان الفي دي دي هنا والبي سي هنا، ممكن وانت بتديزاين البورد تحتاج ان الباور يبقى جاي من هنا. بالذات لما يكون الاي سي في ارض كتير. وصلت؟ هتلاقي في بنات متكرره بقى. فيها مشكله القصه دي؟ يبقى ده كده قدرت ان انا اعرف اذا كانت انود ولا كاسود. لما تعرف ان هي انود ولا كاسود تعمل امبلمنت على مين؟ على النور بتاعك سواء اذا كانت انود او سواء اذا كان كاسود. لو كانت كاسود يبقى عشان تنور تحط وحايد عشان ما تنورش من زيرو، لو انود يبقى العكس بتاعك. وصل كده فيها مشكله؟ يبقى ده من 7 سيجمنت بتاعك. حد عنده مشكله؟
بيتكلم مش يحيى حاجه ولا زي ما اشتغل شيء زي دي قلت لك اختصار للفانكشن مثلا في لك سيركتس كبيره قوي الدراسه بتاعها مهي قلت لك اختصارها او قلت لك سؤال قلت لك عندك سيركتس جيفن اهي رحت جايب لك من اختياري اربع سيركتس قلت لك السيركتس اللي جيفن دي ايكويفالنت لاي واحده دي. حاجه شبه كده يبقى ممكن ان انا اقول لك اختصار للسيركتس دي ده اسمه سؤال تحت كده لما اختصرتها طيب بقدر اجيب لي الايكويفالنت يعني. فاما اقول لك اختصر لي السيركتس دي وروح اختصرها وقول لي هي بتساوي ايه؟ انا ممكن سيركتس كبيره جدا وفي الاخر هي مثلا او ان الاي او والبي زيها زي الماب اللي احنا كنا بنعملها صح كده؟ بس بدل ما اديتها لك على هي الايكويشن اللي اديتها لك على مين؟ سيركتس كبيره ورسمت لك يعني لو انا بدي لك اختصارات انا كنت برسم لك بقول لك الفانكشن بتاعتك بتساوي كذا 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 وكذا مش عارف ايه وكذا مش عارف ايه وتروح انت توقع في الماب صح كده؟ بدل ما اديها لك فانكشن مكتوبه اديها لك مين؟ سيركتس مرسومه بان وجول وهوت واكس وجول والقصه من دي كلها وانت المفروض تروح مين؟ تختصر صح ولا غلط؟ يبقى وقتها طب انا اعمل ايه؟ لو انا اديت لك جيم لما نفس الكلام اديت لك جيم اعمل ترو ستيبل ده صح كده؟ يبقى هطلع الترو ستيبل بتاعك بحيث ان انا اوصل للاوتبوتس بتاعي مطلع وحايد فين لما اطلع الاوتبوتس بتاعي اقدر اروح حاطه في قلب مين؟ في قلب الدوري اوف ماب واروح اختصر الاوتبوتس بتاعي انا اختصرت كده السيركتس بتاعي. يبقى انا محتاج ان انا اعمل تروستيبل من سيركتس دي عشان اوصل للاوتبوتس ده اصلا هو بيساوي كده. جبت الاوتبوتس بمعنى اصح جبت الاصفار الوحيد بتاعت الاوتبوتس على الانبوتس بتاعتك كل اللي عليك ان انت تعمل ايه؟ تختصرها في الماب صح كده؟ فتيجي تعمل كده مين الانبوتس عندك كام انبوتس؟ اللي هم ثلاثه حتى لو كان انبوت مثلا وليكن دي كده داخل من هنا يبقى في عندك كام انبوت؟ اربعه انبوت وصل كده؟ فانا بشوف جميع الانبوتس بتاعتك اللي على السيركتس كلها كام انبوت موجود؟ والله لو هم اربعه يبقى تعمل تروس تيبل بتوع الاربعه اللي هم الاحتمالات كلها بتاعت الاربعه اللي هم 16 احتمال ثلاثه يبقى تعمل مين؟ احتمالات كلها وهكذا. فتعالوا نرجع لهنا بس هتعمل ايه بقى؟ هتيجي تقول له والله عدد الانبوتس ثلاثه هتيجي تقول لي ادي بي ادي بي ادي سي وتروح تعمل كده الاحتمالات 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 واربع اصفار واربع واحد ده الاحتمالات بتوعك صح كده؟ وانا المفروض عايز اوصل للاوتبوتس ده يساوي كده. يعني عندي لما الانبوتس كانت ثلاث اصفار الاوتبوت كان بواحد ولا بزيرو وعندي ثالث بواحد ولا زيرو واحد ولا زيرو واحد ولا زيرو عشان يطلع لي الاوتبوتس بتاعتك حاصله اصفار وواحد عشان اروح احطها في الماهي صح كده؟ طيب اجيبها ازاي؟ يبقى نمشي ستيب باي ستيب. ممكن نسمي ده الاوتبوت رقم واحد نسمي ده او واحد مثلا او نسمي تي واحد مثلا نسمي ده وليكن تي 2 وبعد كده سمي ده تي 3 مثلا ويبقى ده تي 4 ويبقى ده الاوتبوت تحت النهايه وتمسك تطلع تي 1 ادي تي 1 تي 1 ده اصلا عباره عن مين؟ الاي والبي معلوم مين؟ نادي. يعني ايه نادي؟ يعني امتى وحي وامتى اصفار؟ لان امتى؟ لما
يعني كل وحايد مع عدا ما يبقوا صفرين، صح كده؟ ان كل الانبوتس كلها تبقى صفار الناند بتطلع واحد، ما هي عكس الان الان بتطلع واحد امتى؟ لما يبقى كله مين؟ وحايد، وبتطلع صفر امتى؟ عند اي حاجه تاني. طيب يبقى الناند مين؟ عكسها لما يبقوا كلهم وحايد الناند بتطلع مين؟ تطلع زيرو، واي حاجه تانيه تطلع واحد. طيب داخل لها مين انبوتس؟ A و B. عينك على مين؟ على A و B. لما يبقوا كلهم وحايد هما دول B غير ده تطلع مين؟ تطلع صفر. عند دول تطلع زيرو، وعند ده تطلع زيرو، والباقي تطلع مين؟ وحايد. كده واحد 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 واحد. لا مش ده اللي جاي. وصلت كده؟ طيب ندخل على تكنيك. عايز تكنيك. ناند باز ما بين البي والسي، عينك على البي والسي، عند الواحدين هي هتطلع كام؟ صفر. عند الواحدين ما نزلتها كده عشان ما يغلطهاش. تطلع صفر، والباقي يبقى وحاجة. وصلت كده؟ طيب دي ثلاثة. دي ثلاثة، داخل له بي واحد، داخل له كام؟ سي. وناند برضه. وصل كده؟ ممكن تبقى عامل، ممكن تبقى اور، ممكن تبقى شور، على حسب بقى ما انت عارف كل السيركتس اصلا بتطلع حاجه امتى وبتطلع صفر امتى. في الناند هتطلع يبقى تي واحد وسي، عينك على تي واحد وسي. الناند بتطلع صفر يبقى كله محطوط. يبقى ده طلع صفر هنا. هنا صفر. هنا صفر. عادش، هتلاقي كام؟ واحد. التي أربعة. يبقى تي واحد وتي اتنين مع بعض، هعمل لهم كام؟ تي كام؟ واحد واتنين، واحد واتنين، يبقى ده صفر، 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 والباقي واحد. بعد كده الاوتبوت في مين ده مين؟ نور على تي واحد وتي اربعه، فنور جيت. نور جيت يعني ايه؟ ده الاوتبوت بتاعك. نور يعني ايه؟ لما عكس او ارجع للنور، النور بتطلع كله وحايد ما عدا الصفرين، صح كده؟ النور جيتس عكسها يبقى عند الصفرين تطلع واحد، واي حاجه ثانيه تبقى بصفر، يبقى عند الصفرين تطلع واحد. هنا هتطلع واحد. هنا هتطلع واحد، والباقي يبقى كله اصفر، يبقى صفر هنا صفر صفر صفر. ويبقى ده الاول بتاعك النيل. تروح تعمل بقى الماب بتاعتك اهي. وتوقع بقى فين الاول اهو، صح كده؟ توقع ده صفر واحد، وبعد كده صفر، ما تنساش ان ده يعمل ده، وبعد كده صفر، في صفر كمان، وبعد كده واحد، وصفر، وصفر، وتختصر. وصل كده؟ يبقى ده الاي وهذا البي وهذا السي، هذا صفر واحد، وهنا صفر واحد صفر واحد صفر وحدين صفر صفرين واحد صفرين واحد. طلع ده اللي هو عباره عن مين؟ دي كومبلمنت سي، صح كده؟ يبقى الرسمه دي كلها اكويفلنت لبي كومبلمنت سي. هذا البي اهي كومبلمنت اهي سي اهي. وصلت كده؟ فيها مشكلة؟ فوقتها ممكن أقول لك هي دي كومبلمنت إيه؟ فتقول له والله دي كومبلمنت سي. أو إن أنا أدي لك أربعة سيركتس مرسومين. وصلت كده؟ مش شرط ما بينهم دي. ممكن سيركتس لما اختصرها بكتير برضه دي كومبلمنت سي. لا بقى يعني. يعني أنت رحت اختصرت دي طالعة دي صح كده؟ المفروض يبقى انا راسم لك رسمه زي دي. طب انا مش راسم لك رسمه زي دي، يبقى اكيد رسمه من المرسومين دول لما تختصرها هتبقى دي هي ساعه. وصلت يا ابني؟ ده في فاينل الامتحان من كل 45 دقيقه اصلا اساسا. مش هي كانت ساعه بقت ساعه الا ربع امتى؟ هي الجدول نازل لكم ساعة ولا ساعة الا ربع؟ الجدول نازل من 10 وربع 11 وربع. الجدول
وانا اللي حطيت امتحان تركيب بقى ساعه واحده بقول عد انا مشيت وسبتها بقول لي البرامج تركيب بقى ساعه هو اتصالات وميكانيكا تتبع ساعه مش معنى قياس بقى لا ساعه هو جدول نزل من ساعه من 10 و 11 اهو ده ايه يا اولاد اولاد كلها بتمتحن في نفس الوقت الكليه كلها وكميات في نفس الوقت صح لا لا الجدول نزل كام لو انا اديت لك سيركت وطالب منها اي حاجه طالب اختصارها طالب هل هي اكويفالنت اديت لك تو سيركتس قلت لك هل الاثنين دول اكويفالنت لبعض ولا لا يبقى تروح تجيب الفلوستيم بتاع ده الفلوستيم بتاع ده لو طلع نفس الاوت يعني انا عملت فلوستيم الاولاني ورحت عملت فلوستيم الثاني لو طلع نفس الاوت لو الثاني طلعت سيركت واحد ثلاث اصفار وواحد سكرين يبقى الاثنين اكويفالنت ما طلعتش دي كان دي اي اختلاف حتى لو واحده بس اختلفت طالما مش كويس وصل كده يبقى اسهل حاجه تشوف اي حاجه اي سيركت عايز تختصرها او عايز تجيبها كوبلنت تعملها تستيم وصل كده لان ده اسهل حاجه في ناس بتقعد تعمل ايه تروح كاتبه روح اقول لك ده لان يبقى ده اي بي كله كومبلنت ماشي ويجي هنا ده لان يبقى ده يبقى ده اي بي كومبلمنت مضروبه في سي ان كله كومبلنت زي ماشي قاعد كل شويه مين بيزود حاجات ممكن لو السيركت سهله تبقى دي اصعب من ان انت تعمل فريستي بس لو السيركت صعبه وفيها سيركت جيتس كتيره ممكن في النهايه ما انتش قادر وصلت لايكويشن كبيره فانت ما انتش قادر تختصرها بعد كده وصل كده ان اسهل اختصار هو المات غير ان انت تقعد تختصر بمين بالرولز العادي وصل كده فالاختصار بتاع المات اسهل حاجه فتقول الا لو سيركتس حسيت ان هي سهله وتقدر تيجي بالطريقه دي ماشي تمشي بالشكل كده ودي لام مع الرام ده لام مع ده يبقى الاول بتاع ده عباره عن بي سي كومبلمنت وده لام مع ده يبقى ده عباره عن اي بي كومبلمنت بي سي كومبلمنت كله كومبلمنت صح كده وتيجي عشان تعمل الكلام ده يبقى ده وده يبقى الناتج بتاع اي بي كومبلمنت بي سي كله كومبلمنت او مع الاي بي كومبلمنت بي سي كومبلمنت كله كومبلمنت وصل كده وفي هنا نوت يبقى ده كله كومبلمنت انت فاكر بقى الكومبلمنتات دي على بعضها لان الكومبلمنت يضيع الكومبلمنت بس يقلل لك الامن بقور والورد بان وفي النهايه تبدا تختصر في النهايه وصل كده فساعات ممكن ان انا اوصل لها اسرع من التروستيب بس الادق بتاعك هو مين؟ التروستيب وصل كده انك لو غلطت وما قدرتش لسه توصل في النهايه لاقصى ما يمكن فمش هتقدر توصل وصل كده معايا نزود حاجات فاكر ايه اصلا كل ايه حد عنده اي سؤال امتحان سهل مش اي حاجه امتحان سي كيو الناس هتكون صايمه دكتور فانا كنت جاهز للاثنين اخترت لكم الاسهل ام سي كيو ام سي كيو الاسهل الاثنين الاسهل كله تافه جدا اصلا هتلاقي نص ساعه بالكتير وهتلاقي كل الدفعه طلعت اصلا 20 سؤال ام سي كيو ما كنتش فاكر ما كنتش شغل في مساله واحده بس اللي فيها شغل ان انت تطلع الاوتبوتس بس غير كده كلها اوتبوت بيطلع مباشره يعني المحاضره دي معانا دكتور ايه المحاضره دي معانا ولا حد الاسبوع ده مش حاجه جديده المحاضره دي مش حاجه جديده اصلا بس ما جبتش السيفن سينج يعني عشان اعرف ان حد يسال السؤال ولسه ما طبعش اصلا بس حد عنده اي استفسار
طبعا انا لو عملت نماذج مش هتفرق معاك نماذج ولا نماذج انت سبع الدكتور ابراهيم عامل معاكم مشكله.